أسعد الله مساءكم متابعين الأوفياء، وأهلا بكم في قناة موجز الأخبار. وقبل البدء في التفاصيل، الرجاء متابعينا لا تنسوا أن تعطروا أفواهكم بذكر الله تعالى. والآن مع جديد الأخبار. ترأس سيادة الوزير الأول نذير العرباوي اجتماعا للحكومة، والذي قد خصص لمتابعة تنفيذ البرامج التكميلية والتي أقرها سيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لفائدة ولايتي الجلفة وتندوف، من خلال الوقوف على مدى تقدم تسييد المشاريع المسجلة لفائدة مختلف القطاعات في الولايتين المعنيتان، واتخاذ التدابير اللازمة لتسريع وتيرة استكمالها بالنظر للأثر الكبير المنتظر منها لتحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين ظروف معيشة المواطنين ونوعية الخدمات العمومية. وكما استمعت الحكومة كذلك إلى عرض بخصوص دخول التكوين المهني، والذي انطلق يوم أمس، تم خلاله إبراز البرامج المتاحة والهادفة إلى تكوين اليد العاملة المؤهلة، لا سيما في القطاعات والتي تحظى بالأولوية في السياسة الوطنية للتنمية وسبل تعزيز التعاون مع الشركاء الاقتصاديين. وكما تناولت الحكومة كذلك بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفية التصديق على المطارات ذات الاستعمال الدولي، والذي يندرج في سياق استكمال الإطار التنظيمي المتعلق بالطيران المدني وتعزيز تدابير سلامته وفقا للمعايير المعتمدة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني، وفي سياق متابعة تسديد تعليمات وأوامر سيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة برقمنة الخدمات العمومية. تدارست الحكومة سبل تطوير أداء الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة. وأخيرا استمعت الحكومة إلى عرض مرحلي بخصوص تقدم تنفيذ البرنامج الاستكشافي، والذي أقره رئيس الجمهورية لفائدة الشباب أصحاب المؤسسات الناشئة للإطلاع على تجارب الدول الرائدة تكنولوجيا، والذي يمنح الفرصة لنحو 450 مؤسسة ناشئة جزائرية لاكتشاف النظام البيئي للابتكار في هذه الدول. ومع خبر ثاني مغاير، بعد عام من الحرب، تحذيرات من تكرار سيناريو مجمع الشفاء، ولبنان يعلن حصيلة الضحايا. في اليوم رقم 369 من العدوان، حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة من تكرار سيناريو تدمير مجمع الشفاء الطبي، مؤكدا رفضه تهديدات الاحتلال للمستشفيات بالإخلاء. وكما أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 43 فلسطينيا في غارات على مناطق متفرقة في القطاع منذ فجر يوم الثلاثاء، في حين نفذت فصائل المقاومة عمليات عدة ضد قوات الاحتلال أسفرت عن قتيلين ومصابين. وفي تطورات جبهة لبنان، قالت وزارة الصحة اللبنانية بأن هناك 2119 شهيدا و10019 مصابا منذ بدء العدوان. وكذلك مع تصريح رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي البروفيسور كمال صنهاجي بأن الوضع الوبائي في الولايات الجنوبية والتي عرفت انتشار الملاريا والدفتيريا في تحسن مستمر، وكما أكد البروفيسور في لقاء خاص مع القناة الإخبارية الوطنية بأن الوضع الاستثنائي والذي عرفته ولاية منرست وإنجزام وبرج باجي مختار ناتج عن انتشار الوباء بشكل كبير في دول الجوار، وأن الوضع الوبائي متحكم فيه بفضل إجراءات التكفل السريع. وكما أشار إلى أن تغيرات مناخية ومن جرى عنها من فيضانات في دول الجوار تسببت في زحف سكان شمال مالي والنيجر إلى الولايات الجنوبية، ما ساعد على دخول الوباء إلى هذه الولايات، خصوصا مع هشاشة المنظومات الصحية في بعض الدول الإفريقية عكس الجزائر والتي توفر اللقاح لمواطنيها. وكما كشف كذلك ذات البروفيسور بأن هذه الحالة أدت إلى ارتفاع عدد اللاجئين من الدول الإفريقية والتي شهدت كوارث طبيعية، ما أدى إلى ارتفاع عدد المصابين، حيث سجلت الجزائر معدل حالتين جديدتين يومياً، ووصل عدد الإصابات أحياناً إلى 5 إصابات في اليوم. وفي هذا الخصوص صرح بأن عدد الوفيات بسبب الوباء بلغ حتى نهاية الأسبوع الماضي 67 وفاة، من بينهم 19 جزائرياً و48 لاجئاً إفريقياً منذ بداية ظهور الوباء.
وكما وضح بأن التوافد الكبير للاجئين الأفارقة أزم من الوضع لأن الجزائر توفر العلاج للجزائريين واللاجئين الأفارقة على حد سواء. وعن دور الوكالة الوطنية للأمن الصحي أوضح بأنها تعكف على دراسة وتحليل الوضع الصحي واليقظة ورصد وجمع المعطيات بطريقة علمية لمعالجة البيانات واحتواء الوضع. وكما أشار إلى أن الوكالة تنصح بإنشاء مزيد من المراكز والمخابر على مستوى مناطق العبور من أجل رصد استباقي للأمراض المتنقلة والأوبئة لتقديم الفحص الفوري وبالتالي تصدي مخاطر انتشار الأوبئة.